متابعي الغاليين، اسعد الله مساءكم بكل خير. احنا الان متواجدين في حي المحمديه شارع الامير سلطان لحضور افتتاح الفرع الثاني لمطعم ناردين الايطالي. هذا الفرع الثاني، الفرع الاول سبق وغطيناه اكثر من مره وموجود في التحليه. اليوم دعوات خاصه وبكره راح يكون مكان مفتوح للجميع. ما شاء الله المكان موجود في الدور الثاني، له مدخل خاص. خليكم معنا ندخل نشوف المكان، وكمان راح نقدم لكم خصم خاص. عن طريق المصعد وصلنا للدور الاول. هذا هو ناردين، ما شاء الله تبارك الرحمن، الف الف مبروك لهم. طبعا المكان كبير زي ما انتم شايفين. الجزء الاول راح يكون لافراد، والجزء اللي هناك راح يكون لعائلات. وهذا شارع الامير سلطان. ما شاء الله المكان مكيف، ما شاء الله تبارك الرحمن. زي ما قلنا اليوم دعوات خاصة، المكان من بكرة مفتوح للجميع، ولكم خصم خاص عبارة عن 20% ابتداء من بكرة إلى الخميس القادم. ما شاء الله عجبني مساحة المكان، مساحة ما شاء الله جدا كبيرة، كمان في مسافة بين الطاولات. طبعا هذا الفرع الجديد ناردين يقدم المأكولات الإيطالية، وهذا المنيو. عندنا هنا الشوربة، المنيو زي ما قلنا يختلف عن الفرع الأول، هنا بس أطباق إيطالية، الشوربة، مقبلات، السلطات، الباستا، الفرن، الريزيتو، البيتزا، الأطباق الرئيسية. ما شاء الله جميل المنيو، والحلويات، وبعد كذا المشروبات. جميل جدا. نزلنا هنا أول شيء شوربة سيفود، كمان شوربة طماطم. نزل عندنا هنا بيتزا، سيزر سلط، سلطة الجرجير، وكمان فوتوتشيني. أنا وعافية يا حبايب، أنا وعافية. ألف مبروك. لحم السلمون مع الزبدة. عندك هذا الفيليتو دي سيرنيا، فيليه دجاج مع البطاطا المهروسة. هذا الفيليتو دي تلياتا، ستيك لحم مع البطاطس. وهذا الفيليتو دي مانسو، ستيك لحم برضو مع صوص الفلفل وبطاطس مهروسة. يلا يلا ومع الاخ مشعل صاحب المكان. يا مرحبا. اول شيء الف مبروك. الله يبارك فيك ويحييك يا مرحبا. المكان ما شاء الله عجبنا. بعد راسك. لكن عندي سؤال، الفرع الاول تقدموا اكل لبناني، هنا اكل ايطالي، ليش؟ احنا ابدعنا طال عمرك في اللبناني، حبينا نبدع لكم في الايطالي، لك ولمتابعينك الله يحييكم. الله يسعدك. وتشرفونا ان شاء الله. الشرف لنا. متابعين عندنا حب الفرع الاول، وان شاء الله يحبوا الفرع الثاني. الثاني اكثر واكثر. ان شاء الله باذن الله. الله يسلمك حبيبي. وبكذا متابعينا يكون وصلنا معاكم نهاية تغطيتنا لافتتاح الفرع الثاني لناردين الموجود في شارع الأمير سلطان بعد جرين مول. التجربة كانت جميلة، أكثر شيء عجبني السلطات والبيتزا والسلمون. كمان لكم خصم خاص عبارة عن 20%، راح أحط لكم صورة الخصم في السناب الجاية، كبشروها.